الجيل الشرقية اسم مركب ذو مصدر جغرافي استمدته البلدة من نشوئها في الأصل قرب عين ماء غزيرة تحمل اسم عين الشرقية تمييزا لها عن العين الغربية. تقع البلدة على السفوح الغربية لجبال اللاذقية تماما على السفح الجنوبي لامتدادات ظهر المتينة البالغ ارتفاعه 724 مترا، بينما يتدرج ارتفاع البلدة ما بين 380 إلى 480 مترا فوق مستوى سطح البحر. وتنحدر أراضي البلدة ما بين نهر عين الشرقية جنوباً وساقية البطية في الشمال، في حين تنحدر أراضيها غرباً انحداراً بطيئاً، وهي بذلك تأخذ شكل السرج المائل وفق الميل العام للسفوح الغربية لجبال اللاذقية. قلع عين الشرقية مسطر التاريخ، انت نبع الشهاد وجد فيك الله من عنده يزيدك ويعطيك، الله من عنده يزيدك ويعطيك عين الشرقي صرتي حكايات والعالم عم تروي طبعا. نحن الآن في بلدة عين الشرقية. بلدة عين الشرقية عدد سكانها 7300 نسمة، ترتفع عن سطح البحر بحدود 420 متر، يخترقها استراد الساحل الغاب وهو المؤدي إلى مجموعة محافظات إدلب، حلب، حماة، وهي عقدة مواصلات طرقية هامة للبلدة. طبعا يوجد عدة منشآت حيوية وتخديمية، مدارس التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، ويوجد فيها مستوصف وأمان السجل المدني ومقر ناحية، كما يوجد بها شعبة تجنيد ومؤسسة استهلاكية، ويوجد بها أيضا وحدة إرشادية. طبعا يوجد عدة منشآت متوسطة في البلدة، من كمعمل أبقار ومعمل ألبان وأجبان، ويوجد بها أفران احتياطية، فرن احتياطي، ويوجد بها فرن خاص. طبعا شبكة الطرق في البلدة مميزة ومنفذ منها بحدود 80% من الشبكة الطرقية، والهاتف مخدم بالهاتف والكهرباء، ويوجد بها قسم كهرباء عين الشرقية. طبعا لدينا مساحات خضراء واسعة بحدود 1200 دنم، عبارة عن غابة طبيعية وأحراش. طبعا بالإضافة لذلك يوجد بها مركز ثقافي عين الشرقية، وأيضا فيها نبع ماء جميل جدا وهو مياه معدنية كان مقصد الناس منذ القدم. طبعا بلدة عين الشرقية هي تعتبر من المناطق المتعلمة قديما وحديثا، وقد خرجت الكثير من الأطباء والمهندسين والشعراء والكتاب والأدباء. طبعا تتميز بلدة عين الشرقية بمجتمعها المتحاب المتعاون المعطاء. طبعا الناس تتضامن مع بعضها هنا في السراء في السراء والضراء، في الأحزان والأفراح. نتمنى الخير
لسوريا ومتماسكي بوحدتها وأرضها وشعبها. طبعا نتمنى من الجميع زيارة بلدة عين الشرقي والاطلاع على موقعها السياحي الجميل والطبيعة الخلابة وبها مساحات خضراء جميلة جدا. نرجو زيارتنا والتعرف إلى بلدة عين الشرقي عن قرب. البلدة قديمة العهد والإعمار، كما أن دورها الإداري التاريخي الذي قامت به يدلل على أهميتها كونها مركز ثقل بشري واقتصادي منذ مئات السنين، حيث كانت عين الشرقية مركز ناحية تابعة لمنطقة جملة. وما أشبه اليوم بالأمس، إذ ما تزال البلدة عقدة مواصلات هامة ومركزا تعليميا وتموينيا وخدميا لأبناء القرى المجاورة، وهي بمثابة القلب أو الشقيقة الكبرى لقرى ومزارع الناحية جميعها. كان في جزرة أو في فلاح، والله كنا بالله كنا نزرع 50 تنكي، كنا نزرع عنا 50 تنكي، والله كنا نسهر على بالقصة وبالبني هلال وعلى الجساس وبالزير، كنا نضل الساعة 12 على حكايات وقصة الزير، والله يعطونا مصاري سنقرالين بقصة الزير والملك سيف وديوان فيروز الشاه بقى حسمك نقراه يا سيد، ما انت كان عندنا بيت خشيار من الضيعة وما وحكايات على البدو والعرب، والله يحكينا حكايات على سنتي ظل الصاد 12 ويختشى ويقول له بكره بدنا نهيها سعيد معلم وحياة محمد، لا لا انت الحقوق ما كان افهم منه، والله يا عمي كان عندي باقي في كتاب عربي اللي كان عندي كل فيروز الشاه وبني هلال وبني زغبي وتقراد، والله كل راحه من 40 سنة هاي زغتنا. شو عمرك هلا؟ والله أنا مواليدي 1920 حقيقي، يعني خطباء وعلماء كاترة وقت بالطشي وقت جيت فرنسا لهون طشينا هون لحل بطلو جولة هن صدقات، قالوا لي والله وقت جاوية مكان محية غالي الكبير خيي وقت رجعوا من حيث بكو ولدت امي بنفس السنه، اما ما في لا شهر ولا يوم، اما بس 120 يعني هلك حقيقي مضبوط. اولي كانوا يجمعوا الضيعه كلها، كان 200 زلمه 1000 زلمه يجمعوهم كلهم بالحاره بالضيعه حكوره ويسجل مدير الناحيه والمختار، هذا بن 10 هذا بن 20 هذا بن 30 بقى هكا مو مضبوط. اما البيت امه وبيو كانوا بيفهموا وبيقروا، والله لو 10 ايام او 20 يوم او شهر ما بيعرف يسجلوا المختار على قلبه، بين 50 يسموا بين 20 وبين 20 يسموا بين 50 هيك شيء مضبوط. يعني وانت هاي من زمان فرنسا، والكروسي كانت ليرتين ذهب بس تخلفت 18 يحطوا طوب فرنسا الفرنسيين كل زلمه ليرتين ذهب. بتسلم الضيعه بتلعبوا مانقلي؟ والله انا قليل ببقى بلعب، يعني من 7-8 سنين دشيتها، يعني المظهر ضعيف والعقل ضعيف، متى ما تدخل البيت فقط 80 يعني ما في شرش بجسمه اللي بده ينقص حتى عقله وجسمه يعني كثير ما في شرش الا اللي بده يخف بعد 70 ولا فوق.
نشأت بلدة عين الشرقية أساساً غربي عين الماء الغزيرة التي أسماها الساكنون الأوائل عين الشرقية، وهكذا منحت البلدة اسمها الجميل هذا للأبد، ذلك إضافة إلى وجود عين ماء مقابلة لتلك العين وهي العين الغربية وهي تليها في الأهمية. وتتألف البلدة اليوم من 5 أحياء سكنية تنتشر على مصاطب متدرجة على سطح السفح الواقع عليه. لقد شهدت البلدة تطوراً عمرانياً، وظهرت فيها الفيلات والأبنية الحديثة التي تحيط بها البساتين والحدائق، بينما كانت بيوتها القديمة التقليدية متلاصقة مبنية من الحجارة الكلسية والطين، وكانت ذات سقوف من جذوع السنديان والبلوط، وقد تطورت إلى مساكن إسمنتية حديثة امتدت على جانبي الطريق الرئيسية التي تخترقها ما بين الشرق والغرب، وشكلت تجمعات سكنية تأخذ شكل الشريط العمراني البالغ طوله قرابة 3 كيلومترات. ينتج فلاحو البلدة التبغ والزيتون والحبوب والأشجار المثمرة، كما يربي بعضهم الأبقار والأغنام، إلى جانب ذلك يشتغل بعضهم في وظائف الدولة والمهن الحرة والأعمال التجارية والخدمات. كما تقوم في البلدة سوق واسعة تضم عشرات المحلات التجارية والحرفية والمهنية وغيرها، مما يحقق لها الاكتفاء الذاتي الاستهلاكي ويغنيها في كثير من الأحيان عن أسواق المدينة. فكرت لإنجاز عدة مشاريع في ريف منطقة جبلي ناحية عين الشرقية، لأن المشاريع التي ستقام في كل أرياف سوريا ستعطي جدوى اقتصادي ما بين الفرد والمستثمر، وخلال هالعشر سنوات إلى المنصرمة حققت 9 مشاريع في ريف منطقة جبلة، معمل للفرون بليت ومعمل للتربية السلوي الحيواني أبقار تسمين وحلوب ومعمل ألبان وأجبان. أنا بعطي العلف لمربين السلوي الحيواني، وبالتالي باخذ الحليب منهن عمل متكامل، بوفر عليهم جهد ما بين ياخذوا على المدينة أو يجيبوا المدينة أعلاف. مجموعة حرف صناعي ألمنيو إحداد إنجارة أيضا تحقق هدف مع المواطن الفرد والالتقاء معه. أيضا طموحي للمستقبل بمعمل نفايات اللي هو الأعشاب الطبيعة، بالإضافة إلى براز السلوي الحيواني بيتجامع مع بعضه وبينصهر عبارة عن حبيبات صغيرة، وبالتالي بيتعبى طبوات 25 كيلو وبتوزع للمواطنين وخاصة اللي عندهم حمضيات وغيره. في عندنا مشروع استراتيجي على مستوى الساحل والغاط اللي هو جني أوراق الشوندر السكري لأغصان القطن. هذا الأعمال هذه نحن نطحنها عبارة عن آلات، وبالتالي وذات طاقة وبروتين عالي ومنخللها ومنعملها عن كبسول، وبالتالي مع العليقة التالية بصل عليقة كاملة للسلوي الحيواني. هذا بيعود مردوده قوي جدا للناس، لأنه خاصة بالغاب هذا ما يتلفوه ما بيستفيدوا منه، وبالحالي بينزل سلسون طعنه علف. كأنتاجنا نحن كأنا معمل أعلاف بريف منطقة جبلي عم بغزي الساحل، قسم من الساحل وقسم من الغاب، كونه متوسط جغرافيا ما بين الساحل وما بين الغاب.
إضافة لذلك طاقته الإنتاجية بشكل يومي إذا كان الأمور متوفرة للخمسين للستين طن ما بالمنطقة ولا بالساحل السوري أكبر منه، لكن بتعيدنا بعد الخدمات المواد الأولية ما هي متوفرة. بحب نوه بشكل دقيق ووجه ندائي إنه الريف في استثمارات ضخمة، بس بدنا تشجيع من الدولة تساعدنا وتقوينا، لأنه الريف في صلابة قوي بكل الإنتاجات، في عنا مواد كثير كلها بنستفيدها بالمواد العافية أو غيره. إذا الاستثمارات شغلي عصب شرياني في الريف، وأنا أوجه ندائي وسبق ونوهت له مرارا وتكرارا، التنمية الريفي والاستثمارات الريفي تحت من البطالة وتعود نفعا للمواطن والفرد والدولة. كما تعرف البلدة بارتقاء سويتها الثقافية، حيث شهدت نهضة علمية مبكرة إذ قامت فيها منذ عام 1960 إعدادية ابن طفيل الخاصة، وقد كانت أول مدرسة إعدادية تقام في هذه الناحية. طبعا أنا فنان تشكيلي من عين شرقية مواليد 67. طبعا نحن بعين شرقية تتميز بخضارها الجميل، طبيعة الخلابة، وصخورها كمان الصماء القوية. طبعا في عنا نحن فنانين مميزين، طبعا في عنا فنان آخر تشكيلي كمان غاندي سعود، في عنا بعض الموسيقيين متميزين على مستوى كمال قطر، في عنا طبعا أدباء مميزين في الأستاذ إسماعيل والأستاذ محمود إسماعيل، وفي عنا كمان طبعا موسيقي اسمه سهيل علي كمان مميز بالعزف على، طبعا مميز بكافة الآلات الموسيقية من العود الفلوت الجيتار. طبعا كمان عنا ممثلين واخذوا جوائز على مستوى قطر، كمان في منهم أنس نجاة محمد فناني كممثل بنقد الفنانين التشكيليين. طبعا في عنا كثير ميزات بعين شرقية وطاقات شبابية مميزة، وبتمنى احنا طبعا احنا عم نحاول كشباب صار لنا عمر عم نطلع الطاقات الجديدة من خلال مركز الثقافي عين شرقية اللي مميز من برامج مسرح، من تأليف قصص، من تأهيل درامي. وهلا بالفترة الأخيرة هي كمان عنا أطفال مميزين أخذوا كمان جائزتين بالأدب على مستوى قطر تحت ظل وزارة الثقافة. فعين شرقية قديم معروف يعني بتاريخها الجميل والثقافي والحضاري، وهي أحد لوحات آخر مرة اشتغلناها نحن بثقافة عين شرقية كان في 4-5 شهور اشتغلنا على مرض هذا. طبعا هي بقايا منه اللوحات هيدي بتمثل النصر والسمو الشهيد. بعدين عندنا طبعا الأوغريت سوريا سيف على العيدة، وكمان عبارة عن شمس على المدى، لوحات تعبر عن تاريخ سوريا الأوغريتي. طبعا هون كمان عن عشتار وحالات حياة المرأة، لوحة جميلة جدا. طبعا هون عن شهيد الأم والولادة الجديدة للإنسان، رحم الأم سوريا طبعا متجدد دائما متواصل، الأبطال موجودين بشكل دائم. وطبعا في عنا بعض لوحات كان قيد الإنشاء كمان جميلة جدا، لاحقا كمان إن شاء الله بشوف فكرة معرض رسمي. طبعا هذا نصب تذكاري كمان من أعمالي، في صار لوجو لعين شرقية الناحية. طبعا عبارة عن أرض معركة زميله للجندي طبعا أصيب، فعم يقوم بإسعاف الجندي، فبلحظات هي استشهد على إيده. باللحظة هي الجندي الشهيد طبعا حط وصية: أمي لا تحزني، إني بجوار رب العالمين، وأنك لو تعلمين استعذبت الموت لتحيي السالمين. والجندي طبعا عم يقسم على مسيرة الشهادة وتحرير سوريا حتى النصر. طبعا هي من أعمالنا، وهي أسماء الشهداء طبعا اللي قضوا نحوهم بالسبيل سوريا طبعا، ومصنوع طبعا من الحديد بشكل أكاديمي ومدة الخام والإسمنت هذه الأعمال.
ترتبط بلدة عين الشرقية بمركزي المنطقة والمحافظة في مدينتي جبلة واللاذقية وبالقرى المحيطة بها والتابعة لها إداريا أو بلديا بواسطة شبكة طرق واسعة مزفتة، ويذكر بأن الطريق القديم إليها قد تم تزفيته بالعمل الشعبي منذ عام 1960، وهو اليوم طريق عريض مزدوج أوتوستراد أخضر الجانبين تحف به كروم الزيتون واللوزيات وغابات الصنوبر والأحراج السنديانية المختلطة، وهو يشكل بداية أوتوستراد جبل الغاب، وتقوم البلدة على بعد 22 كيلومترا جنوب شرقي مدينة جبلة، بينما تبعد عن مدينة اللاذقية 47 كيلومتر وهي تطل على البحر إطلالة رائعة على بعد 16 كيلومترا خط نظر. كما يخترق البلدة الطريق الساحلي الداخلي جبل الغاب الذي يبلغ طوله حوالي 40 كيلومترا، وهو من أولى الطرق السياحية في المحافظة وأجملها، ويلعب هذا الأوتوستراد دورا كبيرا في تنشيط الأعمال التجارية والحركة السياحية والتواصل ما بين المحافظات الساحلية والشمالية والوسطى، حيث تعبر فوقه جميع قوافل السياح والزوار والمصطافين القادمين من هناك إلى مصائف اللاذقية. تلك هي بلدة عين الشرقية، شرقي العين، شرقي جبلة والبحر، مركز ناحية بني علي التاريخية، هي المصيف المأمول ذي الماء السلسبيل والنسيم العليل والسنديان الأخضر الظليل. قال طرد حتى يصير الريح قبلي تبعت لك مع وتسعين قبلي اي 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 جنون قبلي وانا جنوني بليلى العقل جاي يا 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 علي 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 يا يا ضيعتي يا مكللي بالأزهار وسجار الحور شامخ عسواقيك ما بنسى سن الطفولة كيف عشت وترعرعت بروابيك انتي والله حكاية وانتي للمثل عنوان الله يجمع شمل الأحب اللي فيكي اوف 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 والسنتياني بعدها شامخة والسندياني بعدها شامخة ومكلل بأزهار دخيل جو الربيع دخيل جو الربيع اللي فيكي دخيل ضيعتي دخيل فيها كبار والله مع صغار أوف 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 أوف, 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 أوف